سعيدة جدا بهذا اللقاء الذي تنظمه جامعة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مارتيل. وأتذكر آخر مرة تمت استضافتي بجامعة عبد الملك السعدي، والتي كانت استضافة من صديقي الدكتور عبد الرحيم جيران. كان اللقاء جدا ممتعا، وهذه ثاني مرة أكون ضيفة فيها على هذه الأرض الطيبة. أشكر الدكتورة سعاد الناصر على هذا التقديم الجميل وعلى هذا الترحاب، كما أشد على يديها طويلا لما تقوم به من جهود في إطار الاشتغال على ماستر الأدب النسائي. وأشكر لك الدعوة بأريحية وبكل حب، وأتمنى أن تستمر هذه الجهود في إطار ماستر الكتابات النسائية. كما أشكر أيضا فرقة البحث في الإبداع النسائي الذين نظموا بالاشتراك مع ماستر الأدب النسائي. أشكر الدكتور حسن المياحي، وهو صديق عزيز علي، ولدينا اشتغال طويل في هذا المجال، ذلك أنه اشتغل طويلا على أعمال القصصية وأنار الكثير من الأشياء التي أنا بنفسي كنت أجهل الكتابة عنها. هذا الميكروفون لا يسمع. شوف عفك. سأبدأ من إحدى المقولات التي أثارتني حين قرأتها لمدة سنوات، وهي إحدى المقولات التي كانت قد سألت إحدى الباحثات، وهي باحثة عربية، وقامت بسؤال لشيخ عن دور النساء المتصوفات في تأسيس تلك الدار، دورهن في الزوايا ومدى فائدتهن. فأجاب الشيخ: يا سيدتي، النساء جغرافيا والرجال تاريخ. هذه المقولة دائما أراها تتردد في الكثير من الأحيان، لماذا النساء هن جغرافيا ولماذا الرجال هم تاريخ؟ حين نتأمل في هذه الجملة نجد بأنها مبتوتة في ثنايا اللغة، موجودة في حياتنا اليومية، بحيث أنها أصبحت مثل الاستعارات التي تعيش معنا والتي لا نفقه كونها والتي لا نجد لها تأويلا مباشرا. تعود بهذه الفكرة إلى أن هذه الفكرة ليست وليدة هذه اللحظات، بل هي فكرة ترسبت عبر قرون وأصبحت متواجدة في حياتنا اليومية. أحيل بشكل مباشر على كتاب باسكال كينيار، الجنس والفزع. يقول: الكثير من الصور التي تنتاب الإنسان تعود إلى أشياء ملتبسة في كثير من الأحيان حدثت قبل ميلاد الشخص ويتم توارثها. ما هي الأشياء التي حدثت قبل ميلاد الشخص؟ نقصد الشخص الذي أي شخص يولد الآن. هذه الفكرة تثبت على أن هناك حبكة للنسب توارثتها الأجيال،
حبكة النسل التي لا نستطيع أن نفسر هذه الحبكة التي صارت موثقة ولها حضور في اللغة وفي الأمثال. حبكة النسب هي التي جعلت لنا من مصطلحات ومفاهيم الذكورة والأنوثة تأتي بهذا الشكل. حبكة النسب هي التي جعلت لنا ميلاد رواية عائلية خاصة بالرجل وبالمرأة. نحن نتاج انتساب عائلي قديم توارثته الأجيال وخلقت منه العديد من المفاهيم التي أصبحت وكأنها جاهزة ونمطية. ولهذا بالنسبة إلي كانت هذه الحبكة ضرورية كي أستطيع قراءة الأشياء التي ولدت لنا العديد من المصطلحات الذين أصبحنا نتعامل معهم الآن. لأننا إذا تساءلنا بشكل قوي عن مصطلح الأدب النسائي نجده نتاج هذه الحبكة، نتاج حبكة النسب. نحن لا نتحدث عن الأدب الرجالي، ولكن بالمقابل نحن نتحدث عن الأدب النسائي، نحن نتحدث عن النسوية، نتحدث عن حركات تحررية نسوية، ولكن لا نتحدث عن الأدب الذي يكتبه الرجال. وحين نتحدث عن الأدب النسائي وعن النسوية فنحن نتحدث بشكل ما عن حبكة هذا النسب الذي أورثنا مثل هذه المفاهيم. لذلك السؤال ليس في ضبابية المصطلح الأدب النسائي، ولكن السؤال ما الذي أنتج لنا هذا الزخم من المصطلحات التي أصبحنا نتعامل من خلالها في الإبداع عموما. مصطلح الأدب النسائي ينبغي التركيز عليه في ماذا؟ البعض يرى بأن مشاعر الإنسان غير قابلة للتجزيء، فهي مشاعر إنسانية، بذلك لا يمكن أن نقسمها إلى جزئين، لمشاعر أنوثة ومشاعر ذكورة. في حين يرى الجزء الآخر أن الأدب النسائي ينبغي أن يستقل وأن يأخذ لنفسه مساراً خاصاً. أنا أردت أن أقف على هذا المفهوم لكي أوضح أن حين اشتغلت أنا على الأدب النسائي اشتغلت عليه من منظور محدد وواضح، لم أشتغل عليه باعتباره أدباً كنتاج عن النسوانية الضيقة، ولكن اشتغلت عليه كأدب تنتجه النساء، وليس موجهاً إلى امرأة بل موجهاً إلى الإنسانية جمعاً. الأدب الذي تكتبه امرأة ولكن ليس موجهاً إلى امرأة أخرى، ولكنه موجه إلى الإنسانية جمعاً. إذن ما الذي أنتج لنا هذا المصطلح؟ أعتقد أن الأمر يعود إلى كما قلت لحظة الولادة الأولى، قلق الأصول. نحن نتاج قلق الأصول، نحن نتاج أيضاً خوف قديم جداً أنتج لنا تلك الثنائية، وضع لنا تلك الثنائية بشكل معين، وضع لها معايير تحددها في التعامل مع المجتمع ومع العالم بأسره. لذلك من الغريب أن نجد بأن اللغة هي محملة باستعارات وبمعايير هي بنفسها لا تستطيع أن تسبر أغوارها. من أين نبعت هذه المفاهيم وهذه المعايير التي تلبست باللغة؟ لا يمكن أن نتحدث عن الإبداع الذي تكتبه امرأة دون أن نعود إلى أن العديد من الأمثال والعديد من الحكايات اللقيطة أصبحت ممنهجة وواضعة للعديد من المفاهيم الجاهزة. ربما أعطي مثالا سريعا بكتاب للكاتبة الهولندية مينيكي شيبر. الكتاب هو بعنوان إنجليزي إياك والزواج
من كبيرة القدمين. أنا حين قرأت هذا المثال استغربت، وقد بحثت عن تفسير لهذا المثال فلم أجد. فأقول لماذا لا ينبغي أن نتزوج، أن يتزوج الرجل من امرأة كبيرة القدمين؟ ما الغرض؟ ما السبب؟ هو مثل إفريقي، ونقلته هذه الكاتبة ووضعته كعنوان لبحثها Never marry woman with the big feet. وأنا هو مثل موجود في العالم بأسره، ولديه أمثلة شبيهة أيضا به موجودة في الثقافة العالمية. هناك مثل صيني يشبه المرأة طويلة القدمين ينتهي بها المطاف في العيش في الغرفة وحيدة. الذي يجد تأويلا لهذا المثال يمكننا أن يمدنا به، لأنني لم أستطع أن أعثر على هذا على وجه التشابه. بيت القصيد أن هذه الأمثلة التي بحثت فيها الكاتبة استطاعت أن تبحث أو أن تجمع متنا كبيرا جدا من الأمثلة عبر دول عالمية يعني كثيرة جدا، واستطاعت أن تحصر هذه الأمثلة التي تميز بين الذكورة والأنوثة. وهذا هو الغريب. ولدينا في الأمثلة الشعبية الكثير، يعني هذا مجال يطول جدا. أقول أن هذه الأمثلة والحكايات اللقيطة أيضا، حين نجد العديد من الحكايات لا ندري مصادرها ولا نعرف من أين جاءت، لأن منابعها الأصلية غير موجودة، ولكن تتناقلها الأجيال، تنقل لنا هذه الأمثلة وهذه الحكايات العديد من المعايير التي أصبحت توجه اللغة. حينما يكون المنظور الشعبي ينظر إلى الأشياء بنظرة دونية فدونما وعي وبلا وعي منا جميعا، تنتقل هذه الأشياء لتصبح سلوكاتنا اليومية وليصبح رأينا العام في توجيه أبنائنا وأبناء أبنائنا وفي توجيه جيل بأكمله. لماذا؟ لأننا نحن أيضا نتاج كل ذلك المولود. من الغريب أيضا أننا نجد هذه المفاهيم الجاهزة التي تنتقل عبر المولود واللغة والأمثال والحكايات اللقيطة، نجدها تستقر في اللغة لتوجه حيواتنا اليومية. في الثقافة العربية عموما هناك مفاهيم تتناقل في الأدب وفي الإبداع وفي الفلسفة مثل أشياء مسكوكة وجاهزة. الشعر العربي يقول، الشاعر العربي حين يريد أن يتحدث عن امرأة يقول: تمنعي فالشعر وحي تمنع واللحن يطلق إن وقعت أسيرة. هذا دعوة إلى التمنع وإلى أن تكون المرأة بنفس الطريقة التي يريدها الرجل. من الغريب أن هذا الشعر نجده في العديد من أمهات الآداب العالمية. حين نتأمل البطلات عبر الروايات العالمية نجد أن الأدب يقتل هؤلاء البطلات. الأدب يقتل البطلات بأشكال متواترة. أن كارنينا قتلت لتولستوي، قتلها تولستوي. حميدة في زقاق المضق قتلها نجيب محفوظ. غادة الكاميليا تقتل. زينب لحسن هيكل تقتل أيضا في الأدب. أيام معه تنسح لكوليت الخوري من الرواية الجميلة جدا، أقرأها باستمرار رغم أنها رواية ذات المنحة التي تكرر مفهوم الرجل عن المرأة،
ولكنها تختار أن تهرب بعيدا كي لا ترتقي بالرجل كي تحتفظ على المنظومة التقليدية للثنائية الهرم. نحن ننتج نوعا من بطلات يهربن من مصائرهن كي يتصالحن مع المجتمع، وهذه موجودة في الأدب بشكل كبير جدا، موجودة عند الكاتب الرجل وعند الكاتبة المرأة. نجد بأن هؤلاء الكتاب جميعا يقتلون بطلاتهم كي يحافظوا على نوع من التصالح مع المجتمع. ولذلك فإن هذا النوع من الإبداع ينتج لنا أو يكرر لنا نفس النظرة، نفس التصور الجاهز، نفس الرؤية، نفس تلك اللحظة الأولى، نفس حبكة النسل، وكأننا نريد أن نحافظ على نفس الحبكة. لأن حتى في الشعر نزار القباني وراء ذلك الجمال هناك أيضا نظرة ضيقة للعلاقة بين رجل وامرأة. سأقولها بجرأة، نزار القباني يقول لك: الفم الذي قبلناه وأسوأ من الفم الذي لا نعرفه. يعني نحن دائما بنفس التصور، لذلك فإن نفس التصور يتكرر كثيرا في الإبداع. حتى حينما نقرأ مثلا أعمال سلطانة لغالب هلسة، نجد بأنه حاول أن ينتج لنا نموذجا واعيا لامرأة ذات منحى خاص ومستقل، فوقع في تصاب هذه المرأة بالخذلان وينتهي إلى فشل المنظومة ككل ليستطيع أن ينتج لنا امرأة من هذا النوع. إذن فكما قلت، الخوف في البداية حينما بدأ الأدب، بدأت الأديبات يكتبن، كتبن بواسطة أسماء مستعارة مثل جورج ساند، رفيقة الطبيعة. بالمناسبة رفيقة الطبيعة بين قوسين من أهم الكاتبات المغربيات اللواتي كتبن بتقنية فنية، يعني في فترة مبكرة. أنا أعتبر بأن هذه المرأة كتبت بشكل يعني مختلف، وربما تنتمي إلى ما تكتب الآن في القصة الحديثة عالميا. أعتبر كتابتها متقدمة بالنسبة للعصر الذي وجدت فيه. هذا الخوف الذي كان في البداية خوفا أدبيا جعل كثير من الكاتبات يكتبن بأسماء مستعارة. الآن انتقلت الأمور إلى شكل آخر، لم تعد لدينا أسماء مستعارة، ولكن أصبح لدينا تخيل آخر له استعاراته الخاصة. انتقلنا من الأسماء المستعارة إلى تخيل له استعارات خاصة. إذن كما قلت بأن حين نتأمل كل هذه الأشياء، نجد بأن بداخل امرأة كما بداخل رجل، وهذه المسألة يعلنها الرجال والنساء والباحثين والباحثات، ربما أعرج بشكل سريع على ما كتبته جوليا كريستيفا الأنثوي ذلك الغريب فينا، أو كتابها لنوفيل مالادي دولا الأمراض الجديدة للروح أو الأوجاع الجديدة للروح، أو حتى فريد، يجد بأن العديد من النساء هن أيضا يرغبن في أن يظل ذلك الشطر الأنثوي فيهن خبيئا لا يرى. لذلك فإن في الكتابة عموما الرجل هو الذي يرى، المرأة لا ترى. الرجل يرى ولكن المرأة لا ترى، هي فقط تكرر بشكل آخر، وحين ترى فإنها تصبح مهاجمة من طرف النقاد. لا أريد أن أسقط في أفكار مبتذلة، ولكن أنا أحاول أن أحلل بتصور معين، لا أريد أن أقع في عموميات، لأن هناك خصوصية ولكن هناك أفكار يعني موضوعة بدقة يمكن أن نقف عليها وأن تتطور في النقاش. قلت بأن الأنثوي هو أيضا شطر خبيء، ولذلك حين نتأمل العديد من الإبداعات التي تكتبها النساء، نجد بأنها محملة باستعارات كبرى، بحيث أنها تنتقل من استعارة إلى أخرى.
وكأننا يلزمنا الكثير من المفاهيم للبحث عن الشيء المضمون والمخبأ فيما تكتبه المرأة. وهو يجعلني أطرح سؤالا معينا، هل تصنع المرأة لغة أخرى؟ هل للمرأة أسلوب مختلف؟ هل ضمير المتكلم الذي تكتب به المرأة يحيل على ذاتها أم أنه يحيل على شيء آخر؟ إذا تأملنا الإبداع الذي تكتبه المرأة عموما، أحب أن أقول أن هناك حساسية مختلفة. لماذا؟ لأن هناك علاقة مختلفة بالأشياء. حين أقرأ مثلا سيدة دالويلي فيرجينيا وولف، أشعر بذلك تلك الانقطاعات في السرد، وهي جميلة. أنا بالنسبة إلي تلك الانقطاعات، ذلك العالم النفسي، ذلك الخوف، نجد بأن نشعر بأن هناك طاقة أخرى تكتب وتكتب عن أشياء خاصة بها. أيضا العديد من الكاتبات كتبنا كما يقول النقاد بذاتية شديدة، وهو نعت نجده دائما ما نصف بأن ما تكتبه النساء هو يكتب بذاتية، في حين تشكل الذات بنية هامة للكتابة. الإبداع عموما بني على الذات. لولا رواية الأسرية لفيرجينيا وولف وعوالمها الرهيبة لما أنتجت لنا مثل هذه الإبداعات. لولا حكايتها، لولا خوفها من الموت، لولا خوفها من الانتحار، لما أنتجت لنا مثل هذه الإبداعات. بحيث أن حتى في رواية السيد دالوي حين ينتحر جندي كان يسقط من الفوق إلى الأرض وهو يرتطم بالأرض، وصفته كأنه ينزل في الماء، وتلك كانت رغبتها دائما، أنها كانت تتصور بأن الموت ينبغي أن يكون رحيما. فيما بعد سنعرف أن القصة التي ستأتي فيما بعد أن فيرجينيا وولف ستنتحر وستثقل جيوبها بالحجارة وتدخل إلى النار. أنا قرأت مثلا كتاب Demain est écrit، الغد مكتوب لبيير بايار. هذا الكتاب كان طرح أفكارا جميلة جدا، هو أن في بعض الأحيان الإبداع يسبق الحياة ويسبق حتى القدر الذي يعترضنا. طبعا هذه مسألة يمكن أن تكون مبالغا فيها، ولكن حين نتأمل كيف كانت تصف مثلا فيرجينيا وولف ذلك السقوط في الماء، نجد أن في النهاية الأشياء ستأتي فيما بعد. في بعض الأحيان نحن نكتب عن شخصيات، مثلا أنا سأدخل على قصتي الخاصة، كتبت قصة الأرجوحة عن امرأة مكتنزة ولديها مشاكل مع رجل، وتلك البطلة لم أكن التقيت بها من قبل، ولكن فيما بعد التقيت بنفس البطلة بعد أن كتبت القصة، وكأن القصة سبقت اللقاء، سبقت الحياة. هذا يمكن أن أقول بأن الكتابة تأتي والواقع يقر بالمصادفة، وكأن الكتابة كانت تسبق تلك المصادفة، المصادفة مع الأبطال الذين نلتقيهم فيما بعد. إذن لولا الذات لما أنتج لنا الإبداع. أنا أريد أن أعيد التركيز على فكرة الذات، لأن بالنسبة إلي الذات ينبغي أن تكون، لأن هي التي أنتجت لنا العديد من الإبداع. لولا الذات لما أنتجت لنا فيرجينيا وولف هذه الأعمال، لولا الذات لما أنتجت لنا زهرة زيراوي مثلا روايتها الفردوس البعيد، لأننا كنا نشعر بأن هناك ذات موجودة داخل العمل الإبداعي، وذات أنثوية لها مسار رواية أسرية معينة.
إذن بالنسبة لنا الذات هي التي دفعت بأعمال أدبية كبرى على أن تصير إلى الوجود. فان جوغ حين كان يعاني من أمراض نفسية نقل كل تلك الإشكالات إلى أعماله الفنية. نجد بأنه هو كان ضحية أنه ولد، مهم هذه حكاية تظل حكاية مستترة. تقول الحكاية بأن فان جوغ حين ولد منح اسم أخيه المتوفي، وحينما أراد أن يعيش بسلام الأم لم تكن تنظر عليه إلى أنه فان جوغ الحديث، ولكن كانت تنظر إلى أخيه الغائب. هذه القصة ربما قد تكون حكاية مبالغ فيها أيضا، ولكنها جعلت فان جوغ يعيد رسم بورتريهات لوجهه بشكل كبير جدا، وكأنما كان يريد أن يثبت وجوده الحقيقي، كان يريد أن يرى. أنا كنت كتبت عنها قصة بعنوان اسمي فان جوغ. كانت القصة تبدأ أمي تنظر إلي بشكل ألا يشبهني، حين أستدير أجد بأن أمي لا تنظر إلي، هي لا ترى، كأنها لا تراني. وهذا إحساس كان لدي كأن الآخرين لا يرونها، لذلك كان يسعى إلى أن يرسم كل أشكال يعني تحولاته في الحياة وفي النفس إلى أن انتحر. كانت تلك الطلقة التي أحيته وجعلت منه يعني شخصا مشهورا فيما بعد. قلت بأن الذات هي التي جعلت من العديد من الأعمال خالدة، والذات هنا أربطها بأن لكل شخص منا رواية أسرية هي التي تجعله وتمنحه ميلادا جديدا، كأنها تمنحه سك المرور إلى حياة أخرى. سأعود إلى هذه الفكرة، فكرة الرواية الأسرية. أنتقل إلى نقطة أخرى، وهي أعتبرها نقطة ثانية فيما يتعلق بمسألة الأدب النسائي، مصطلح الأدب النسائي، لماذا جاء الأدب النسائي. الأدب النسائي جاء كرد فعل للعديد من النقدات اللواتي رأين بأن النقد لم ينصفهن في التاريخ ولا في ذكر أعمالهن الأدبية. مثلا الخنساء تعرف في الرتاء بشكل كبير جدا، ولكن لديها القصيد العديد من قصائد الحب نحن لا نعرفها، إلا إذا بحثنا عنها نجد لديها قصائد الحب، في حين نحن نعرف بأنها شاعرة الرتاء. الكثير من الكاتبات كتبنا عن أشياء لا نجد أن التاريخ قد أنصفهم، وربما لذلك ظهرت مفاهيم أخرى، مفاهيم سأعرج عليها سريعا وأنتم تعرفون، أجد أنه قد تعرفونها، هي مفاهيم النقد النسائي. لماذا جاء النقد النسائي؟ عالميا هو موجود، هناك النقد النسائي الغربي وهناك النقد النسائي العربي. النقد النسائي الغربي هو يماثله في لأن النقد النسائي العربي احتك بكل المفاهيم التي قدمها الغرب. ومن الغريب أن رغم اختلافنا في الطبائع وفي المسائر وفي النظرة إلى المجتمع، نجد بأن هذه المفاهيم تتكرر بشكل يكاد يكون مشتركا. النقد النسائي، أذكر على سبيل السرعة إيلين شولدر وإيلين مولير، حاول أن ينظر إلى الأدب وأن يقرأ الأدب الذي كتبته نساء، وأن يعيد قراءته بطريقة أخرى، أن يقدم ضمنه مفاهيم جديدة لم يكتب عنها النقد الآخر. هناك أيضا ظهور مثلا كتاب رامون سيلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، نجد بأن هذا الكتاب قسم الأدب إلى أقسام،
النظرية الشكلية الروسية البنيوية ما بعد البنيوية إلى أن وصل إلى النقد النسائي، وضع النقد النسائي في زاوية خاصة، وكأنه صار نظرية معزولة عن النظريات الأدبية. وأنا تساءل، هل الذي تكتبه النساء من نقد، من أين استقى أدواته؟ استقى أدواته من النظرية الأدبية. كيف يمكن أن نكتب هذا النقد دون أن نعود إلى النظرية العامة التي تؤثر لنا الأدب؟ هنا يظل السؤال مطروحا، كيف سينجح النقد النسائي في معالجة إشكال وموضوع على الأدب دون أن يسقط أيضا في الضبابية أيضا وفي التعتيم؟ هناك أيضا في العالم العربي نشأت أعمال أخرى ربما نجد فيها نوعا من الجمال، مثل عاطفة الاختلاف لشيرين أبو النجا، وهذه العاطفة هي تحبي مسألة الحساسية المختلفة، أننا أمام كاتبات لدينا حساسية مختلفة، كما تقول فيرجينيا وولف، ليست لنا المشارب ولا الأشياء ذاتها ولا نظرتنا للأشياء، لدينا زمن دوري مقنن يستعاد، ولذلك فنحن ينبغي أن نؤمن بأن هذه العاطفة مختلفة. أثارني أيضا كتاب كانت كتبته هالة كمال، وهو كتاب نقدي بعنوان قالت الراوية. هذا الكتاب حاولت من خلاله، كتبت فيه مجموعة من النساء العديد من الحكايات، هذه الحكايات مكتوبة بمنظور امرأة، وكأنها تعيد بناء مورود ثقافي جديد. في عوض قال الراوي نجد قالت الراوية. ولكننا نتساءل دوما أن رغم وجود هذا النوع من الكتب، فإنه تلزمنا قرون حتى نغير هذه الفكرة. مؤخرا أنا شاركت في ضمن، ربما قد سمعتم بهذا اللقاء، لابينال دي فام، وخاص بالنساء في الرباط، لحظة قبل الكون، وهو مشروع كتبنا نحن النساء من خلاله، شاركوا فيه فنانين.